مرحبا، اهلا وسهلا بمشاهدينا اينما كانوا في حلقه جديده من برنامج التاسعة سبور. سعداء بالتواصل معكم في حلقه نتمنى ان تنال رضاكم واعجابكم. يحضر معنا مجموعه من الضيوف. خلينا نرحب بتينيزي فوتبول اكاديمي اللي حاضرين معنا من منوبه، منورين طبعا. وكالعادة القائمة أو التشكيلة الأساسية لبرنامج التاسعة سبور. ناصر البدوي، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بالحضور، مرحبا بالكرام. أيضا دك صادق، أهلا وسهلا بك صادق قحبيش، مرحبا. مرحبا 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 بالحضور وبالمتابعين. سعيد أيضا بالترحيب عبد المجيد قبطيني، أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بالحضور وبالسادة المشاهدين. أيضا أسامة السلامي، أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا عادل وبالخيان وبالضيوف. طبعا نحب نرحب ترحاب خاص بالمدرب المتالق على الدوام فتحي العبيدي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك هذا المحبوب الحضور ومحبوب الساده الشاهدين. وباش نرحب بضيف اكيد احدث ضجه وحديث كبير في تونس في الاونه الاخيره، السباح نجيب بالهادي، اهلا وسهلا بك نجيب. شو سي نجيب عامل البوز الايامات هذيا والناس كل تحكي عليك، تبارك الله، معناها موجود في كل وسائل الاعلام، في كل طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من يثني على مجهوداتك، هناك من يشكك في مجهوداتك او انتصاراتك. على كل حال باش نحكيو معاك بعد قليل حتى تحطنا في الصوره وتحط الراي العام الرياضي في صوره ما حدث وما يحدث في علاقه بالسباق اللي عملته من ايطاليا الى تونس وبالتحديد الى مدينه الحمامات اللي وصلت لها في نهايه الاسبوع الفارط يوم السبت بالتحديد. سنعود لكل هذا، لكن قبل هذا الكل بيست اوف ابرز لقطات حلقه الاسبوع الفارط. فما مشكل حقيقي في المنتخب الوطني التونسي ويزمو يتعالج. علاش عادل؟ ما نجموش بعد ما شفنا الوجه الهزيل نتاع المنتخب مع بوستوانا اليوم نلقاه منتخب مغاير، معناها هذا مش ديما بالمردود الكبير ضد منتخب النيجيري في الكوب دافريكي، وهذا هو نخسروا ضد غامبيا ثم نمشيو نربحوا ضد نيجيريا. اليوم انا اللي عجبني في المنتخب التونسي هي الروح اللي لعبنا بها، اللي تدسبري وكاني بها مباراه رسميه كاليفيكاتيف باش تزن الوضعيه معينه، فما برشا فولونتي، فما برشا جرينتا، فما برشا روح، وهذا اللي مطالب بعد كل ملاعب يعمل اضافه كبيره بالنسبه للملاعبيه الكل. واليوم زاد البلايص خليت، تحب ولا تقرا اليوم ما عادش فما حتى واحد ينجم يقول فما بلاصه راهي مضمونه. اليوم علي معلول بالنسبه اللي هو كونكيرونس كبرت مع اللي يلعب ديما، انت اللي قاعد يعمل في مردود ممتاز وممتاز للغايه، قاعد يعمل اضافه. استقبل النادي الافريقي ذولي النجم ونقولوا راه تطمنا عليه، ان شاء الله الوليدات هذوما يقعدوا يخدموا سقاهم في القاعه. كما قلت انت تو خمسه مباريات راه مش حاجه كبيره في النادي الافريقي، باش تربح خمسه مباريات ساقين في القاعه، وان شاء الله نشوفوا الماتش الجاي والاخر الموسم والموسم القادم ما نشوفوش اللاعبين هذوما هكاسيك اللي يعمل لك جمعه جمعتين ومن بعد يعاود يتيح. مونسيون سبيسيال الحقيقه الواحد من احسن المدافعين في البطوله نتاعنا، بور نو با دير احسن مدافع، اللي هو عمر لمتي. عمر لمتي على مستوى التمركز، ميراتي حتى امباكت مع الكوره خاصة في الثنائيات، عمر لمتي لي لو بروميي في الفيفاسيتي هو يونتيسيبي الكرة. ياسر يعني شوتي ملاعبي طايح، اسكو دون سون انتيري باش يضرب الملاعبي؟ ليه عادل؟ هذه راهو برشا مرات راهو نحبك تكنيسيان يا ناصر، تحكي تكنيسيان على خاطر اللقطات هذوما نشوفوهم برشا مرات. برشا مرات تفرج اعمال مازال ما طايح الملاعبي، طايح الملاعبي، طايح الملاعبي، طايح هذاك الديفونسور، طايح سامحني مع كامل احترامي، طايح ما مشاش غراب. انت نزهت طارق جرجيس وعاقبته زملاء لاعبيه، صحيح يعني 50000 50000 راهو عقوبه كيفاش؟ خلينا نعطيك العقوبه، كيفاش مشينا تنزه ومشينا تعاقب؟ راهو العقوبه نتاعنا بتاع خمسه سنوات راهي اقل عقوبه ممكنه في مثل هذا الوقت. يا سيدي ماشي معاك الاقل، ما نحكيوش على الاقل والاقصى، نحكيو كيفاش من شيره تاكد انه طارق جرجيس لم يتلاعب بالميثاق الرياضي في هذه المباراه، وتقر في نفس الوقت من خلال التسليط زوز عقوبات على زوز ملاعبيه انه فما حكايه صار في المقابل. القرار جانب الصواب. جانب الصواب لانه اولا احنا عندنا حاله فيها اثنين مباريات بينما وقع الحكم على مباراه واحده. هذا جانب الصواب الاول. جانب الصواب الثاني لانه فريق كما حمام سوسه ما يهموش في اللاعب تساهل او انهار كما استعمل في اللجنه. ما نحبوش شكون يركب على الاحداث لان البلاد مش ناقصه تشنج وتوتر وخلافات وتصدعات، نحبوا الموسم الرياضي ينتهي
في أفضل الحالات وفي أفضل الظروف، وفي المقابل نحب الهياكل المشرفة المسيرة والقائمة على تسيير شؤون الكرة في البلاد تكون في مستوى الأمانة والمسؤولية وتطلع بمهمتها، وخاصة تكرس العدالة الرياضية بين كل الفرق بكبيرها وصغيرها من شمالها إلى جنوبها. وسعيد زهيهون في هواك، في هواك طول حرمان، ألاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعليا تيجي فعنيك وكلام كالعادة. شكر كبير لإكزيست نوتر سبونسور إكزيست لمارك دي بيتا بورتي فوروم نمبر 1 في تونس، دائما مع الرياضة والرياضيين. تحية لإكزيست وتحية للبطلة أنس جابر طبعا على تتويجها ومواصلتها الإمتاع والإبداع والإقناع. تقرير عن هذا التتويج وعن هذا الامتياز ثم نعود للبلاتو. ألف تحية للبطلة التونسية العربية الإفريقية المتألقة على الدوام أنس جابر. تقريب إنجاز جديد وموسم استثنائي وسنة استثنائية ونجاح غير مسبوق صادق في علاقة بأنس جابر. صحيح، أنس جابر تتخطى مرة أخرى عتبة العالمية. أنس جابر اليوم كما كنا حكينا منذ أكثر من سنة، معناها كي نشوفوا الإمكانيات متاحة والمهارات متاحة، عندها تولي كو معناها تاع التنس قادرة، كنا حكينا منذ أكثر من سنة اللي هي تتخطى عقب تحسن اللاعبات وتكون من ضمن ثلاثة أو اثنين لاعبات معناها المتميزين في العالم. اليوم أنس تدخل الترتيب كثالثة أون أتوندون، إن شاء الله نهار اثنين الجاي كان معناها كونتافيت ولا إيفونتويلمون ساكاري ما يربحوش في إيسبورن تكون ثانية عالميا، وهذا بالتالي يولي إنجاز كبير وكبير جدا. بون ديفيرينسا مع اللعبة زفونتيك الأولانية تقعد كبيرة شوية 4000 نقطة، لكن أنس معناها كي توصل للمرتبة هذه الثالثة عالميا توا توج بطولة برلين اللي هي على الجازون معناها اللي هي على العشب. نعرفوا اللي العشب من أصعب معناها لي سيرفاس لأنه سريع وسريع جدا، لازم يكون فيه توفيق كبير برشا في الإرسال، لازم يكون عندك زادة فولي معناها على مستوى الشبكة تكون معناها مهيمنة على مستوى الشبكة. برشا لاعبات يلقاو برشا صعوبات على العشب، خاصة اللي ماهمش مستنسين يلعبوا بصفة سريعة جدا ويحاولوا كيفاش ينهيوا الهجمة. أنس عندها تو لي كو متاع التنس، نجم تلعب لامورتيت، نجم تلعب زماش، نجم تلعب لي سيرفيس فوليت، نجم تستنى التالي. ربحت معناها
خلينا نقولوا دي زادفيرسير صعاب برشا. ربحت كوكو غوف اللي هي كانت اخر فيناليست في رولان جاروس ورقم 12 عالميا، البطله الامريكيه اللي يستناو فيها برشا عبيد باش ايضا باش تكون من ضمن المهيمنات في التنس في العشر سنين القادمين. ربحت في الدور النهائي صديقتها بيليندا بنسيتش اللي هي سويسريه اللي كانت توجد بجوز اولمبيك وتوج اونس جيبر بالدوره الثانيه ليها دبل في تي 500 في برلين. اوفيسيال اليوم اونس الرونونس ما تلعبش ايستبور اللي هو الماتش الجاي لانه لعبت روما ولعبت مدريد وتعبت وسط رون جاروس تعبه. اليوم في اسبورن باش تلعب كان الدوبل مع سيرينا. كل التوفيق ليها ان شاء الله في ويمبلدون، ان شاء الله تشرفنا وتحققش الجراند سلام. ما نجمش نفوت ناصر وعبد المجيد والبقيه للحديث عن هذا الانجاز الكبير اللي يتعدى يعني رياضه، خلينا نقول رياضه مختص فيها ربما رياضيين معينين ولا ناس معينين يعتبر او تعتبر رياضه البرجوازيين، لكن اليوم ورات رياضه شعبيه لانه يعني الشعب التونسي اصبح يتابع في اونس ويهتم بهذه الرياضه. واليوم برشا مدارس قاعده تحل وبرشا ناس قاعده تقبل اقبال كبير على هذه الرياضه. صحيح عادل كما قلت انت، معناتها اونس جابر اليوم عطات للتوانسه روح اخرى، ولات التوانسه يبرانشيو التلافز نتاعهم يستناو في اونس جابر وقتاش تجي وقتاش تتعدى والناس تتفرج فيها. فما غرام كبير ولا في العائلات وفي الوليدات الصغار، تعرف كما في وقت من الاوقات اسامه الملولي فرح التوانسه كيف كيف تو اونس جابر معناتها عندها اكثر من موسم قاعد تعمل في نتائج ايجابيه برشا، قاعده منوره تونس الرايه التونسيه. شفنا اونس جابر زاد التونسيه الحره اللي طلبت الغنايه التونسيه باش تعديها معناتها في الـ في الـ في, الـ في المباراه نتاعها. اونس جابر الشطحه نتاعها تونسيه، علامه علامه التونسي الرايه الوطنيه معناتها كيفاش ترفض اونس جابر. معناتها عاد نشكرها انا على العطاء نتاعها المردود على الانتظام في المردود. اونس جابر عندها عام وهي سفيره الرياضه التونسيه كما تقول انت عادل، وبالحق هي سفيره سفيره فوق العاده فوق العاده، حبه من حبه وكره من كره. اليوم تعرف مره اخرى الرياضه بالرغم من الامكانيات اللي ما كانتش متوفره برشا لاونس جابر، لكن اليوم اونس جابر قاعده تحقق في نتائج طيبه. العزيمه التونسيه اكدتها اونس جابر مش غريب على تونس. عبد المجيد القباطين، والله احنا تكلمنا على اونس جابر البطله العالميه تقريبا اللي اصبحت مفخره لتونس الكل. اليوم اكتشفنا اونس جابر الانسان، عندها الجانب الانساني لان رفضت باش تهز التروفي الا ما تطمئن على زميلتها اللي ربحت. معنى هذا جانب انساني كبير برشا وتفاعلت مع الناس الكل ثم اصرت ان تكون اغنيه تونسيه، معنى يوريك المحبه لبلادها وهذا الجانب اللي والتسويق لسورة تونس والتسويق لسورة تونس. فتحي انت في الخليج وتسمع وقت اللي يصير حدث كبير ولا انجاز تونسي على غرار ما قاعده تعمل فيه اونس جابر اكيد يرفع الراس ويرفع المعنويات حتى على مستوى الاطارات الفنيه اللي قاعده تتالق لبرا، اكيد حاجه تسعد كل التونسيين. صحيح اونس جابر معناها حتى في الخليج نحكيه على اونس جابر، معناها الناس الكل قاعده تتبع في الانجاز اللي قاعده تعمل فيه اونس جابر، ولكن حقيقه معناها اونس جابر اللي قاعده تعمل فيه هي تضحيه كبيره، معناها باش توصل للمستوى هذايا وتقعد انه تقعد في المستوى هذايا ما تنجم تكون كانت تشرفنا، تشرف كل التوانسه كل الرياضيين. مره اخرى معناها نشكروها على العمل الكبير اللي قاعده تقوم به، ولكن الانجاز اللي قاعد تقوم به ماهوش يسهل، راهو يلزموا برشا تضحيات وبرشا خدمه. واضح بالتوفيق دائما البطله التونسيه العربيه الافريقيه اونس جابر، مزيد من النجاحات ومن التتويجات. مره اخرى نرحب بالصباح نجيب بالهادي، اهلا وسهلا بك نجيب ومرحبا. وبيكم بارك الله فيكم، وانا فرحان اللي انا في البلاتو هذايا معايا هيئه من الرياضيين والافكار النيره للرياضه التونسيه، وانا فخور اللي انا موجود وعلى عقاب انتهاء يعني تحدي كبير في البحر الابيض المتوسط، اكبر تحدي في سباحه 155 كيلومتر. بعد انا عندي عام خذيت التيتر نتاع رجل السنه في العالم. شكون عطاك التيتر هذا؟ التيتر فوالا التيتر لازم نعملوا شويه يعني الاطار، الاطار نتاع العمليه هذه. الاطار هو فما المنظمه العالميه، انا منضوي تحت منظمه عالميه اسمها الوزا، هذا باش نفهموه. الوزا هذه منظمه تخدم في الطيف نتاع السباحة، السباحة حالة القصوى، ما هياش الفينا، الفينا حاجة أخرى والوزا حاجة أخرى. الفينا تخدم مع معناها معطيات استابل في البحر ومعروفة وواضحة،
بالنسبة للوزاء البحر يبدأ هايش فيه حيتان قاتلة، فيه تيارات، فيه يعني جميع المكونات متاع البحر. التحدي هو تحدي كامل، هذا هو الفرق ما بين معناها الإطار متاعي والإطار متاع أخواني السباحين اللي هم يعوموا في المنظومة الأولمبية. طبعا برشا كلام تقال انت تبعته ملزومين انه نحكيوا عليه، برشا ناس شكت يعني في هذا الانجاز وقالت اللي انت تطلع 300 متر وتنزل للبحر وبعد تطلع في بطو وقبل 300 متر تعاود تغطس وتخرج. وفما شكون قال لي لحيتك محجمه جوك مريقل حجمت في البحر وانت تفهم اي والله اللحيه يعني محجمه هذه يا لا برشا كلام تقال وانا بعيده عن التنمر راح نحترموك وانت تونسي وتبارك عليك لكن اذا فما تشكيك لابد انك توضح للراي العام شو اللي قاعد صاير وشو اللي عملت وهل بالفعل انك جريت او اصبحت معناها تيلت هذه المده 155 كيلومتر واحد يجي سقيم من المسير لهنا تحب له جمعه باش يوصل ولا 10 ايام معناها سي نجيب معناها بصراحه معناها اقنعنا واقنع الراي العام كيفاش عملت هذا الكل. بالنسبه نبداو توا لحيه وما لحيه واحد كيتكلم يزمو يعرف القاعدة العلمية متاع اللحية علاش نعلمكم اللي اللحية ما تطلعش وقت الإنسان يعمل مجهود هذا راهي يعني قاعدة من نزاع النزاع هي اللي قالتها مش أنا خاطر الدندق يخدم وما يجمش ينتج كالعادة دونك هذه من المنظمة العالمية ما نعرفش دكتور هذه صحيحة الحكاية أي أنا دكتور والمنظمة العالمية هي اللي قالت لي الشيء هذايا وأنا حجمت لحيتي قبل ما نخرج فهمتني قبل ما نخرج وخليتها وما طلعتش طلعت يمكن ما أنا ما نقيسش ما لو كان عملت لك تصويرة أنا محجم وتصويرة معناها وقتش خرجت وقت تنجم واحد أما نعطيك الريفيرونس تدخل السيت انت صورت روحك قبل ما تخرج معناها عملت شبيني مطالب انا تو كوارج يصور ساقه باش يلعب لا انا نعوم انا طبيعي لا جيب اللي عملته الاكسبوا اللي عملته كبير برشا اي الاكسبوا كبير برشا معناها كبير برشا نورمال ما كنا نحبذوا احنا كمتابعين للشان الرياضي راهو الاكسبوا هذا لايف معناها باش نوثقوه غدوه ناسيونال جيوغرافيك مثلا غدوه ديشين سبيسياليزي يعملوا دوكيومونتير عليك نهار اخر يوريو فهمتي كيفاش صبحت انت 155 كيلومتر وكم ساعه معناها طيح في الماء الشكوك الكل من الماء للماء فهمتني شوف باش نقول لك حاجه التصاور قاعدين يخلطوا وهذا اما شكون تبعك يتبع ما لاش يعمل التقاليد نتاع السباحه هذه التصاور والفيديو والكل قاعد يتبع مالاش قاعدين تتفرجوا هنا قدامك به حاجه اخرى ثبت انت مليح اش قلت في الوزاره ونعلمكم انا راهو سباح لو سول اللي دقات القلب نتاعي ماك طبيب نعرف قداش تهبط 39 40 قداش تهبط مش نقول لك حاجه سبورت ستير كيركبوه لي انا متابع من طرف المركز الاختبارات الطبيه ومركز الغوص لجيش البحر وعندي قداش تهبط قلت دقات القلب انت دقات القلب قداش توصل نوصل فوق تحت الليميت دو كونترول انفيريور نتاع القلب اللي هي 36 كيف لا وقت يخرج السبورتيستير من المعمل 36 ديجا يبدا يزمر صار هو اللي كيحطوه عندك انت معناها الليميت موجوده عندك الليميت يضرب يقعد قلبك يضرب وكل شيء ونهز وانا السبور اسمه السيميدا السنتر واحد ويحلوه ويشوفوني كيفاش رانيت يشوفوني كيفاش ناكل ما يشك الدنيا سايبه معناها الدنيا سايبه احنا نحبوا نوضحوا للراي العام أي. كيفاش انت عملت الاكسبلوا هذا اي كيفاش خاطر هو توا الركور معناها صدق انت باش تحلل عاد انت باش تحل في ماتش نسالوه مباشره السؤال خلي جاوبنا خلي الراي العام يقتنع بالكلام اللي قاعد تقول فيه سي نجيب تفضل والتوقيت نعلمك اللي وقع 64 ساعة فهمتي ولا توقيت المنظمة العالمية أنا ما نخدمش وحدي نخدم مع منظمة عالمية هي تعطي التفويض لأمر المركب سي نجيب خلينا نمشيو مباشرة لمحور أو للب الموضوع لبيت القصيد إن صح التعبير
شكون رافقك طيله هذه الرحله؟ وقتاش طلعت وقتاش وصلت وقداش ارتحت يعني في البتو وقت اللي طلعت في البتو وقداش ارتحت؟ افهمني باهي. بالنسبه شكون رافقني؟ رافقني الطاقم تاع الوزاره تاع المنظمه العالميه هذه تو الوزاره هذه World Open Water Swimming Association هذه تخدم في الطيف نتاع السباحه اللي انا نقوم بها. لو كان نمشي انا مثلا الفيناء نعمل العمل هذايا مغير مؤهلين والقانون ممنوع. قداش سبحت سي نجيب؟ انا سبحت 64 ساعه قلت لك 64 ساعه 155 كيلومتر في 64 ساعه يعني قداش في النهار؟ قداش من 50 اي اكثر 50 كيلومتر سباحه في النهار اكثر 60 يولي تحب نقول لك حاجه تفضل نقول لك حاجه الـ 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 الخطه نتاعي الخطه اللي عملتها بالنسبه للنجاح هو اني خذيت اكبر تيار في البحر الابيض المتوسط هذا التيار اسمه لي كورون جينيرو تعرف تعرفوه يدزوك ماري يدزوهم خاطر يهبط مضغوط يهبط مضغوط فهمتي ولا في قناه الاسقليه ويجي من الجولف دو مكسيك كانك راكب على تران مش لعب فهمتي ولا انا وقت خرجت التسعه نتاع الليل التسعه نتاع الليل فهمتي وبديت نعوم معناها حليت عينيا نلقى روحي في 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 بورتق ليبيا وبورتق ليبيا باش نقول لكم وقتاش هبطت وقتاش طلع وقتاش شنو بالله الرنقانه هذه خليني نفهمها خليني نفهمها راهو في الرياضه هذه فما قانون اسمه القانون نتاع الماراثون الفلسفه نتاعو نون ستوب بصفه متوسطه اما حاجه برك فما تسموا قواعد الاشتباك مع البحر فما قواعد الاشتباك البحر اش فيه؟ فيه القرش فيه فيه التيارات فيه معناها الحريق فيه جميع ما فيه عطب نتاع البابور احكي لنا شكون شنو عرضك في البحر القروش والحريقه والكل كيفاش فعلت معاهم؟ باهي الحريقه ما عرضونيش عندي زر تضربت فيها انا المسلك هذايا تضربت فيه في 95 وهزوني باراليكوبتر خاطر البحر تعدى بالحريقه باهي يا خويا سوني با ما فوت ما هيش غلطي ربي اعطاني طقس باي وما غير ما غير ما غير عليه وبالنسبه للقرش القرش القرش موجود لكن ما ظهرش كيفاش تعاملت معاه القرش فما القرش اللي يدور فما كذا البلاصه هذيك فيها القروش لكن انا كي تعديت ما جاش على حالي واش باش نقول له قول له ايجا كوني ايجا كوني يا قرش ما جاش اما موجود كتالوجي بار لفاو اللي هو موجود قرش فتاك نتاع البحر الابيض المتوسط معروف سي نجيب بعد اذنك وحسن الخلق خلينا نقرا لك بعض التفاعلات وانت بتجاوبنا باعتبارك هنا باش ترد طبعا انا حاضر باش تفضل طيب سي نجيب غربال الدكتور المرافق لك انت يا اخويا يكذب يا عباد اه التلفزه قدامكم راهو لا مرافق نتاعي ولا انسان ينتحل الصفه شنو هو كلمه تكذب نسحبوها لا لا ما نسحبهاش خاطر انا ماهوش على صواب لا سامحني كلمه اي كلمه ذي نسحبوها طبيبك ديما انا ما فماش طبيب في البابور نعلمك القانون نتاع المنظمه نتاعنا ما عندناش طبيب الطبيب موجود بيصير لك مشكل لا قدر الله في البحر خليني نكمل خليني نكمل انتم تو ديريكتومون هكا الطبيب اسمعني الطبيب افهمني حاجه جديده اطلبوا باش تفهموا فهمت انا جيت هنا باش نفهم فهمت الطبيب موجود في الفرقاطه نتاع الجيش وما يطلعش في البابور نتاعي اللي هو يزودني واللي هو فهمتني ولا يوجهني هذه قاعدة جنرال راني مش أنا عمت البحر الموج مشيت لقتو الكل المنظمات هذوما اللي هما القانون متاعهم متاع حالة قصوى عندهم قانون خاص يفو با ترانسبوزي الشيء متاع الفيناء وتحطوه في البحار العظمى فما استنى نقول لك فما سيستم خذ راحتك سي نجيب ما غير توتر خذ راحتك خذ راحتك احنا نعطيوك الكلمة واحنا نرحبوا بك احنا بدون معناها ما تزيد بروفوكاسيون ولا انت هنا باش توضح ونتفاعلوا معك من خلال ما قيل وكتب في شأنك جي بوكو دو شوز ادير جي بوكو دو بلوس ادوني فرق قلبك لا ادوني ان بلوس ما عنديش انا فانا فرحان انا نعرف شي دايما الكلام اللي قاله سي نجيب خليني نكلمك على خليني نكمل لك الكلام عاد نكمل لك الكلام وبعد تجاوب دونك يقول تهنينا سي نجيب بالهادي على ماضيه الرياضي المؤكد ولكن للاسف فهو يواصل الحفاظ على ادائه
من خلال إنشاء مونتاج سلة الأرقام القياسية الجديدة، كنت شاهدا رغما عن نفسي في إحدى معابره، حيث طلب مني مرافقته في قارب صغير للسباحة عبر شاطئ الكازينو إلى غاية سيدي منصور اللي هو 8 كيلومتر على ساحل الشمال لصفاقس. سبح في أول 300 متر ثم طلب مني ركوب القارب لإنزاله 300 متر من النهاية حتى يغوص مرة أخرى بتكتم ويصل إلى الشاطئ تحت تصفيق الصحفيين ورجال الأمن والجمهور. قال شعرت بالذهول ولم أفهم أي شيء في البداية لأنني اعتقدت أنه كان متعبا، لكن خطابه في النهاية كان خطاب بطل سباحة لمسافة 8 كيلومترات بأكملها. لم أكن فخورا في ذلك الوقت بالمشاركة معه في هذا الخداع، لكنني لم أقل شيئا علنا، وفي الراديو رفضت التعليق على ذلك، ولذا لن أكرر، لن أكون شاهد زور في المستقبل. باهي، أولا نجاوبك السي نجيب، هذا سيتان دونتيست، وأنا السيركوي هذاك أنا عملته وحدي، عملته وأنا ناقص إعلام، نحب نعمل السيركوي افيك تلفزيون. جاو التلفزيون قلت له يا نجيب عندك مك البر، نحب نعمل معناها سكوب على الترافيرسي نتاعي اللي عملتها. وقت جاو الاعلاميين يصوروا الوقت زرب، يحبوا يروحوا، وهي الهدف ما هيش هدف نتاع 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 كومبيتيسيون ولا منافسه رسميه ولا حاجه، هذه حاجه معناها نتاع 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 كل نهار كل نهار. قلت له ازرب روحك شويه باش نخلطوا على 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 الواحد، خاطر باش يروحوا جماعه التلفزه باش يروحوا لا اكثر لا اقل. وهذه الحكايه عندها تقريب 5 سنين 10 سنين ما نعرفش، وما نعرفش كيفاش طلعها توا، وبعد يقول انا طبيبه توا كلام هو. انا السيد هذايا في الاحسن ننصحه يتلهى بنادي الاشرع نتاعو ويتلهى ويخرج ابطال. هو رئيس نادي غاد شادت في الكازينو، وفهمتني ولا ربي يعينه. شارينا في التفاصيل هذه ويتلهى بالنادي نتاعه خير له احسن. وزاره الشباب والرياضه بعد ما باركت لك وكانت طبعا في استقبالك من خلال مندوبيها ومبعوثيها ومراسليها على عين المكان، تقول تبع للتشكيك الذي يحوم حول صحه المعطيات المتعلقه بالرهال الجديد سباحه حره اللي خاضوا السباح التونسي نجيب بالهادي، من عدمه ستتولى مصالح وزارة الشباب والرياضة التثبت والتدقيق في كل التفاصيل والمعطيات لدى الجهات المعنية وإفادة الرأي العام بذلك. أنت تقيب كان لك لقاء اليوم في وزارة شؤون الشباب والرياضة؟ لا ما عنديش لقاء، أما ولا اتصال ولا تواصل معهم، أما فما مستجدات كبيرة. هو أني فهمتني ولا المنظمة العالمية الركور متاعي اعترفت به، هذا ينبشر به الناس اللي ما يحبونيش فهمتني. زاد كيف اطلعت وزارة الرياضة على جميع التفاصيل نتاع المنظمة العالمية والمصادقات نتاعها لآمر المركب ولمرافقيه وآمر السباق فهمتني ولا. وتوا حاليا المنظمة العالمية اعترفت فما ترتيبات نتاع اعطينا عندك الاعتراف سي نجيب. ايه استنى هاني باش نكمل تو مازلت ما كملتش. لا عندي بعد الاعتراف باش يجي، خاطر فما ابلكيشن فورم تخدم، فما ترتيبه او قاعدين باتصال حتى تو انا في الصاله نتاع الانتظار باتصال مع المنظمه، وقاعدين يبعثوا باش يبعثوا لي الترتيبه هي ابلكيشن فورم نصح فيه لا اكثر لا اقل. اما الحيثيات نتاع العبور الكل تفهم فيها ولا، راقبته وشافت اللي انا العوم نتاعي 64 ساعه هذوما راهم فهمتي كي راقبته معنا كانت معاك في العبور. ايه كانت معايا. شو ما لقيناهمش في الحمامات؟ شكون وقت اللي وصلت لنقطه توانسه هذوما؟ اي توانسه. كيفاش الحمامات ما هو في البابور في البطو في البطو ما عطوش البطو تابعين الوزاره في البطو والدنيا ما انا فهمتني ولا. والله باش ندوم عليك في حاجه امواج كبيره خليني نكمل ضو انت تكلموني وتكلم القطع انا جيت لهنا باش نفهم. واضح راهو الكونديسيون ميتيو ما كملتش، مشيت معايا الكرينتي ومن بعد في الثالث يوم البحر تحرك ولا تمواج ولا مواج جات معايا، هذا هو الموجود. في الليل شو عملت في الليل؟ تسبح في الليل زاده ولا ترقد في الليل ولا كيفاش؟ لا فما ترتيبه خاطر فما الركان هذاك علاش الركان. دونك انا معناها مهدد امر السباق عمل ساعتين العوم ساعتين
باش ينقص من الاكسبوزيسيون للركان. هذا هو هذا هو كل حاجه فيها ترتيبه. الترتيبه هذه تسمى رول اوف انجيجمنت. رول اوف انجيجمنت الرول هذه اوف انجيجمنت هي اللي توظف العبور باش يمشي سلس ويمشي معناها حسب قرار يجم يوقفني راهو الحكم. ساعتين تعوم وست ساعات ترتاح؟ لا لا في الليل في الليل في الليل في الليل, في الليل. لا في الليل لا تو سامحني انت ركام موجود بلاصه تخليه قداش ترتاح بين النهار؟ ساعتين تعوم الساعتين حتى الاخرين نطلع في البابور. اسمعني نطلع في البابور ونقعد نستنى حتى لين يجي الفجر باش يشوف خاطر ما عندناش معينات نتاع رؤيه ليليه. ما عندناش ما عندناش ما عندناش امكانيات فهمتي. حتى البط نتاع الجيش بعيد عليا نص كيلومتر يعمل في الحمايه البعيده والبط ما عندوش امكانيات نتاع نورمالمون يلزم سكوتير اللوطه تحت الماء واحد على اليمين وواحد على اليسار فهمتي ولا باش يعسوا عليا. دونك احنا في هذه لا خليني سي نجيب خلينا نفعلوا معك سي نجيب نسكننا باش نحكيو معك كما زدت بحذانا فما كلام يلزم يتقال فما اسئله يلزمها تطرح. اسامه السلامي اسامه سلامي اسامه الملولي تحيه ليه يقول وانت سمعت الكلام هذا ورديت عليه على ما يبدو اكبر كذبه في تاريخ الرياضه التونسيه وبوصمه عار على السباحه التونسيه المهزله الاكبر من هذا أن الوزارة تعترف بالمهزلة هذه وتشجع السلوكيات هذه وتفتح مجال إعلامي هام لتغليط الرأي العام والمس بجدية وصعوبة التحديات بمثل هذا الحجم. صحيح. حتى هو أكبر كذبة في العالم. لا 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 أنت توا لا سامحني سامحني أنا أنقولها هو بطل أولمبي أنا بطل أولمبي حتى أنا بطل سباحة حالة قصوى. هو يحترم نفسه ما يقولش حتى لا ما نجمش لا بطل عالمي ولا بطل عالمي حتى انا بطل عالمي اي لا انا بطل عالمي انا شو نقول سامحني سي نجيب سي نجيب ولا امور لا هو يقول لي كذبه سي نجيب سي نجيب انا شو نقول البينة على من ادعى انت تو تدعي انت مطالب انك تثبت عكس هذا ما نقولوش عن الانسان كذاب واعطى رايه لانه صراحه خلينا نقول العاقل ما نعرفش توافقوني ولا لا لا يقول صعيبه العمليه تصير معناها لا هي غريبه خاطر غريبه على خاطر ما يعرفوش البحار الكبرى وقت يعرفوا البحار الكبرى يعرفوا الراجل عايش في البحر لا مش عايش في البحر عايش خليني نكلمك لا نكلمك زاد في السطوح في السطوح نتاع المياه المفتوحه سطوح راكحه مش بحار مفتوحه انا نعوم في اللوسي في اللوشن في في في, في المحيط اي معناتها اصعب في المحيط اصعب اصعب اي معناتها تو احنا بالله سامحني سي نجيب تو انت مستعمل الطيارة خلي تفعلوا معك يلا انت متشنج انت متشنج وهذا من حقك باش تدافع لا ما نتشنجش لا من حقك باش تدافع على البيرفورمانس نتاعك اما انا فما حاجه نقصت انا والله كنت نتمنى انت بيدك تطلبها انا وقت اللي انسان اتليت اليوم تحكي على اسامه الملولي اسامه الملولي كل شيء موثق بالنسبه للميداليات اللي حتى انا كل شيء موثق نعرف نعرف انا عندي موثق خليني نتفاعل معك تو كل شيء موثق خليني نتفاعل معك ما نجموش نقولوا اسامه المللولي ما خذاش ميداليات ذهبيه معناتها بامور موثقه في لجنه اولمبيه باهي خليني نتفاعل معك انا شو نقول علاش معناتها الباركور هذا كله علاش ما توثقش علاش ما تصورش لايف علاش ما تعداش علاش ما حطيتناش على علم من اللي بديت اليوم حاجه انجاز تاريخي احنا نعتبروه احنا نعتبره حاجه مهمه بالنسبه للرياضه في تونس علاش ما حاولتش باش اليوم تلقى وسيله اعلاميه باش تنحي والشكوك نتاع الناس الكل ها اخويا هاني هبط في الماء وتقعد الناس تبع فيه واضح سؤال خلي هو معناتها واحد يطيح في حفره نقعدوا نتبعوا فيه 48 خلي انسان يعمل بيرفورمانس كيما الناس تفضل نجيب توثقت توثقت فهمتي ولا وقاعده تو المواد نتاع التوثيق موجوده قاعده تتجمع وقاعده تاخذ في مسارها الطبيعي ما فهمتش علاش انا الوحده وفما فيلم معناها الوزاره باش تخرجوا الوزاره بيدا باش تخرج شو تقول بالنسبه للمشكين فيك سي نجيب في ختام اللقاء هذا اي انا شو نقول نقول يعني الشك هذا الشك ماواش مبني على 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 قواعد صحيحه ويزكم تعرفوا تعرفوا الميدان نتاعي الميدان نتاعي تعرفوا وتسالوا تسالوا انا اش قاعد نعمل وعلاش نعمل هكا وكيفاش نعمل وهذا يلزم زاده حتى الاعلام يشارك فيه يجيبني في بلاتوات كيما اليوم جبتني باش الناس تفهم الرياضه هذه الرياضه هذه هي الطبيعه كامله تحدي مع الطبيعه مش تحدي مع منافس المنافس وبعد يجي الترتيب
وقت نعمل أنا حاجة باهية يجي واحد يعمل حاجة باهية ويقارنه. نقول لهم فهمتي أنا متفهم الشكوك متاعكم، هذه عملية منها تتمر طبيعتها فهمتي ولا، وأنا موجود ومدامني أنا موجود ندافع عن الرياضة هذه ونوصل لكم الرياضة هذه روحا وجسدا وبدنا. شو التحديات اللي عندك سي نجيب في المستقبل؟ والله التحديات برشا، خاطر تحلي البرنامج كبيرة، خاطر فرحان بيه المفوض نتاع المنظمة العالمية فتحت لي لفاق، يمكن نعمل يمكن نعمل فرنسا تونس على ثلاثة مراحل، على ثلاثة مراحل، وعندي الإمكانيات ومازلت نحس بروحي، وسبعين سنة عمري، سبعين سنة إن شاء الله العقبة لي لكم بارك الله ما شاء الله، مازلت فهمتي ولا مازلت البحر منها يحبني، وما نقولش نتعارك معه، نحشم أنا أصحابنا وياه ونتكلم، شفتوا الأمواج هذيك الأمواج نبدأ نتكلم معها وتفهمني ونفهمها، وليت عندي تواصل مع 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 الطبيعة، حتى الخرجة هذيك سبيسيال كيما شو القصد بالخرجة هذه سي نجيب؟ نعم؟ بالطريقة هذه، شو القصد بالخرجة بالطريقة هذه؟ الطريقة هذه هي طريقة فنية في الأمواج، خاطر تجم واحد يبدأ واقف يتيح، والقصد متاعها في القانون، القانون متاع المنظمة يلزمك تخرج وتطلع وتوقف على ساقيك في الشايح. دونك أنا وقت خرجت خليت الأمواج تدزني باش خلطت فهمتني ولا، ومن بعد بديت نحبو باش نبعد على الماء حتى لين وصلت اليابسة، في اليابسة طلعت على ساقية، وقتها تسمى أنا نجحت. هذا معناها كيما نقولوا الطقوس متاع الرياضة هذه، هذا القانون متاع الرياضة هذه، وأنا مستعد بالإعانة متاعكم والتنسيق باش حتى حصة ولا حاجة نعملوها في الموضوع هذا. أنا جسوي بري، وعندي برنامج متاع أطفال، عومة الأطفال اللي هو يهم 30 موقع في تونس نعرفهم بالطرف بالطرف، وباش نخرج معناها أولاد صغار يعوموا في البحورة فهمتي على 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 طريقة معناها السباحة هذه، نكون هذا الجيل. اسمه البرنامج اسمه العومة للأطفال، مقر من طرف المنظمة وحاضر باش، وعملت منه 17 إنجاز. تصور فما وليدات صغار نجيبوهم من ماطر ما يعرفوش معناها بحر. احنا ما نتكلموش على 0.01 من الوليدات اللي هما في المسابح، احنا نتكلموا على 99% من ولاد تونس اللي هما في تونس العميقه، اللي عندهم حق باش يمارسوا الرياضه هذه، مش حكر على 4 ولا 5 من الناس. واضح سي نجيب، يعطيك الصحه، احنا جبناك للرد على هذه الشكوك، للرد على التساؤلات، لتوضيح بعض النقاط. الرأي العام الرياضي من حقه يعرف لأنه إنجاز. اطلوع للبابور إلا للأسباب القصوى، إلا وقت الأمر ناخذ أمر السباق، أمر السباق يقول فهمتي ولا أطلع، ما تطلع إلا ما يقول، والسبب مش باش ترتاح، عندك سبب عمل حاجة باش تعملها. واضح، لازم نفهموا الكونسيبت نتاع نون ستوب، هذا هو الفلسفه نتاع الرياضه هذه. واضح سي نجيب، ان شاء الله تكون اقنعت الراي العام الرياضي ومشاهدينا بكل هذه المعطيات. احنا نحترموك لانك مواطن تونسي وتسحق كل الاحترام، فيما زاد عن ذلك الحكم سيبقى في الاخير للجمهور. نتمنى لك التوفيق، شكرا. الصحه وخاصه راحه البال. مشكور جدا سي نجيب حضورك معنا، ونتمنى لك التوفيق دائما وابدا. يعطيك الصحه، نعتذر نمشي. لا لا يعطيك الصحه، تبقى معنا لحظات باش نحكيو اكيد على السيكاب اللي ديما تتبع وتشجع في الرياضه والرياضيين وفي كره القدم التونسيه. دربي نهار الاحد هذا زاد كان برعايه السيكاب، السيكاب ديما تشجع الرياضه التونسيه في تونس. السيكاب منذ سنة 1974 وهي قاعدة التطور ديما عندها جديد، حتى ولات عندها قام كبيرة ومتنوعة. نشاهدوا مع بعضنا الريبورتاج هذا، وأكيد لنا عودة للحديث عن السيكاب ودعمها للرياضة والرياضيين في تونس. السيكاب تأسست من عام 1974، بدأت بالطماطم والهريسة، إنتاج متواضع من الأول، وتوا الحمد لله السيكاب ولات عندها فاريتي كبيرة من لي برودوي.
5 أنواع من الديريفي التومات: الكولي، البيتزا، البولب، سوريز والتومات سيشي. وعندها زيدة الهروس وسلطة مشوية وحتى مشكشوكة. وعندها 7 أنواع متاع معجون: سفرجل، مشماش، الكرموس، فريز، تفاح، أنزاس وزنباع. وديما تطمح ستيكاب للجديد، وهذا أكيد بفضل الخبرات الكبيرة اللي عندها. ومن بين الحاجات اللي خلوها تتقدم وتتطور، ستيكاب تحرص برش على المنتوجات متاعها من الزريعة اللي انتخلت للحكة. ستيكاب عندها دي لابوغاتوار انترن باش تكون منتوجاتها ذات جودة عالية، والمنتوجات هذه بكلها طبيعية. ستيكاب لا عندها لا كونسيرفاتور ولا كولوران، وهذا ما يفسر اللي قاعدة تتحصل على جوائز هامة. اليوم ستيكاب عندها مفاجأة أيضا لجمهور الرياضيين ومشاهدينا اللي قررت أن تربحهم فواياج طبعا لتركيا من إهداء صفصاف فواياج طبعا. والمفاجآت متواصلة دائما مع ستيكاب، وأكيد الإهداء طبعا من ستيكاب لجمهور الرياضيين ومشاهدينا طبعا على ثقتهم وعلى دعمهم وعلى طبعا مواصلة دعم للمنتوج التونسي اللي تمثله ستيكاب. دونك رحلة إلى تركيا أكيد باش تكون معاك مرافق، ما كيفش تمشي وحدك عبد المجيد كي ربحتها أنت، دونك تمشي أنت واللي معاك، أنت والعزيز عليك، أنت واللي تحب تختاره. كانت تبسم لك الحظ باش تكون من بين الفائزين في هذه الرحلة إلى تركيا. ما عليك كان تعمل أبونمون على صفحتنا www.facebook.com ستيكاب، ولا على انستغرام كيف كيف www.instagram.com ستيكاب تيان، ولا في على تيك توك. دونك برشا مفاجآت وبرشا جوائز دائما مع ستيكاب. طاقي مع شكون تحب تسافر دونك باش تدخل القرعة وتربح فواياج اورغانيزي جمعة كاملة لإسطنبول مع العزيز عليك، وتختار أنت البريود اللي تحب عليها، معنا نون سالمون تاخذ جائزة زادة تختار وقتاش تحب تمشي ومع شكون تحب تمشي. دونك علاوة على عديد المفاجآت الأخرى، على ذاك ستيكاب ديما تدلل حرفائه وتدلل مشاهدي قناة التاسعة وبرنامج التاسعة سبور، وإن شاء الله ديما نعنو على الفائز دائما وأبدا على قناة التاسعة في برنامج التاسعة سبور في كل الجوائز اللي تنظمها ستيكاب والمفاجآت العديدة والمتعددة اللي قاعدة تعود فيها لمشاهديها التونسيين. فاصل إشهاري ثم نعود ونفتح ملف مباراة الدربي.